السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفة اليوم كيكة المول العجيب بحجم عائلي، كتجي خفيفة ولذيذة مع كريمة خطيرة. إلا استفدتم الوصفات اليوم حطوا لايك واشتركوا في القناة. الله يحفظكم، الله يجزيكم بالخير، وندوزوا إن شاء الله للطريقة. بسم الله. عندي 3 البيضات بحرارة المطبخ حجم متوسط، إلى عندكم حجم كبير ديروا 2 كافيين. رشيشة الملحة، 2 ساشي سكر فاني، نص كاس ديال السكر سنيدة، سكر حبيبات. غادي نخلط مزيان حتى تدوب لي سنيدة ويرجع الخليط ابيض. بعد ما خلطت الخليط مزيان غنزيد عليه كاس لاروب زيت، نزيد كاس ديال الحليب، نزيد الدقيق، نزيد الكاس الأول. دائما القياس بكأس العنبة. نزيد 2 ساشي خميرة الحلوة، 8 غرام بالمجموع، 16 غرام. الكاس الثاني ديال الدقيق حتى هو غادي نغربلو. نزيد عليه معلقة ديال الخل، نعاود نخلط. يجي القوام على هذا الشكل، يجي خفيف شويه، ما كنجيش ثقيل. 2 كيسان ديال الدقيق كافيين يجمعوا لي الخليط بهذه الطريقه. صافي، عندي المول العجيب دهنته بالزبده ورشيت له الدقيق باش ما يلصق لياش. دابا غادي نوضع فيه الخليط. دابا غادي نشعل الفران. دائما الكيك ديالي كنديرو في فران بارد، فران ديال الغاز. دابا شعلت الفران، غادي نديرو في الفران ان شاء الله غير يطيب. انا معاكم على عافيه مهيله. ها الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه وما كتلصقش. كتجي رطبة، شوفوا تبارك الله. عندي كاس ونص ديال الحليب، غنوضعهم في كاسرونة، نص لاخر، عندي 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير، معلقة عامرين، عندي 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات، سكر سنيدة، إلا كتبغيو الحلاوة زيدو ديرو 3. نخلط هكا هاد الكريم باتيسير مع السكر سنيدة والحليب البارد هكا. دابا ان شاء الله غندي على البوطه
تتعقد لي الكريمة ونرجع معاكم. عندي هنا دانيت كراميل ودانيت شوكولا، درتهم غادي نديرهم في هاد البلاستيكة. الكريمه ديالي هي عقدات صافي، غادي نضيف لها ياغورت فاني ونخلط مزيان تندمج هاد الياغورت مع الكريمه. هاد المرحله غادي نفرغو ديريكت باش ما تيبسلكمش الكريمه. واحده سخونه هكا الكيكه ديالي، من بعد ما زينتها كتجي رائعه. دابا غادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان ونقطعها معكم. وزينتها، درت هنا الكونفيتير مع الجناب الكونفيتير، ودرت الكوك زينتها بالكوك بهذه الطريقه. اللي عندكم زينوا به، عندكم كاوكاو مهرمش، عندكم اللوز مهرمش، تزين على حسب الذوق ديالكم. ها الكيكه ديالي دابا غادي نخليها تبرد مزيان وغادي نقطعها معكم ان شاء الله. دابا من بعد ما بردات، بردات لي مزيان الكريمه، غتشوفوها معايا. غنقطع معكم واحد الطريف تشوفوا معايا الكيكه كيفاش كتجي من الداخل. شو تبارك الله، كي كتجي كيكة رائعة تستحق التجربة. إلى عجبتكم الوصفة ديال اليوم حطوا لايك واشتركوا في القناة. الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير، وشكرا لكم، شكرا بزاف.